على الفيسبوك وعلى الجوالات ببعثوا رسائل، اطلعوا في الجوامع بزعقوا، على الدور ببعثوا ورق، اطلعوا على السلك. هم اللي ماسكين البلد، هم اللي مسيطرين عليها، يعني كل حاجه بتصير بشورهم. حماس عملت المظاهرات عشان الناس ما تفعش عليها. قالوا لك بدل ما يخليهم ياكلونا احنا، بدل ما يخليهم ياكلونا احنا ويفوعوا علينا احنا، لا نبعثهم هنا على السلك على الجدار وهم يفوعوا. غالب راح طول النهار التلفزيونات شغاله، كل ما تيجي الكهرباء مسيره العوده، مسيره مسيره مسيره، اطلع واحشد. في ناس بتيجي في ناس بتجيش، بحطوا الباص في منطقه الشجاعيه، بتطلع الناس، بحطوا الباص على باب الجامع. هم اللي بخلوا النسوان يقدموا، يعني بقولوا للبنت قدمي انت بنت والجيش بطخش البنات. بقول للولاد الصغار قدم، الجيش بطخش الولد الصغير. بقول له قدم، بخش الولد الصغير يعني بنضحك عليه بكلمتين. وشكلوا لجنه هم وحطوا كم من واحد انهم يسيروا امور المسيره، انه يدعوا الناس تيجي. والناس تعبت وزهقت، يعني انا واحد من الناس تعبت وزهقت.